بس بقى يا ستي، ورحت واخداه على الهادي خالص كده، وقلت له بصي يا مروان، انا كل اللي عايزاه يا حبيبي حقنا يبقى على الورق مش اكتر من كده. فكك مني يا كريمه. يعني ايه يا بنت فكك مني؟ الله، واحده تقول لي لا انا مش عايزه حاجه مروان الكبير بتاعنا، والتانيه تقول لي فكك مني، ايه حكايتكم بالظبط؟ انا مش عايزه حاجه من الدنيا دي كلها غير حسن وبس. مين يا اختي؟ يا صلاه النبي احسن، خير وبركه، ربنا يهدي سرك. بس من امتى يا ريتال مش عايزه حاجه الا حسن وبس؟ من يوم ما حطيت ايدك في ايد جبريه. يا بنتي يا عبيطه، انا حطيت ايدي في ايد جبريه علشان نبقى. علشان ايه؟ علشان ايه؟ انت عرفتي سكتك وانا عرفت سكتي، خلاص خالصين. وسكتك دي بقى ان شاء الله شكلها ايه ولونها ايه؟ طريق واحد ومالوش تاني. اوعي تفتكري عشان انا ساكته ابقى نسيت طريقني. لا يا ست الكل، انا بس عقلي قاعد يقول لي اهدي يا ريتال، عقلي يا ريتال، لحد ما كل حاجه تبان وتعرفي مين اللي عمل في ابنك كده. ساعتها مش هرحمه يا كريمه. عندك حق، وانا معاك يا حبيبتي، بس بالعقل كده وبالهداوة ربنا يهديكي. خليك انتي مع جبريه يا حبيبتي. اقولك على حاجه، خديها وروحي اعملي عمره، اغسلي ذنوبك، ادعي من ربنا كده ان ربنا يتقبل منك. ودعي لي بقى يما، ادعي لي ربنا يهدي سري مع جوزي ويشيل عني الغشاوه واعرف مين اللي عمل كده في ابني. وحياتك يا اختي، بدعي لك ليل مع نهار، امال ربنا هدك قصدي هداك كده ازاي؟ بس اقول لك حاجه يا بنت، احسن حاجه قلتيها دلوقتي، روحي مع جبريه اعملي عمره، انا هسمع كلامك واروح. دك داهيه. ماشي يا كريم. ادخل. اهلا يا حسن، اتفضل. زعلان منك. وانا ما اقدرش على زعلك. جيت من السفر وزرت مروان، ما فكرتش في حسن. ازاي تقول كده؟ انا كنت لسه هتصل بيك علشان لازم نقعد مع بعض قعده كبيره قوي وعلى رواقه علشان اعرف احنا وصلنا لايه بالظبط. على كل حال اديني اطمنت عليك. استنى، هنسلم امتى؟ ما هو الصراحة هو ده اللي أنا كنت جاي عشانه. يعني كل حاجة ماشية تمام؟ لا مش تمام، عشان كده أنا كنت مستنيك. أنت عارف يا أبو علي إن الحاجات دي بتاخد وقت، مش سهلة يعني. إيه مالك؟ مستعجل ليه؟ أنت عارف طلعة زي دي لوحدها هتتكلف كام؟ كنت بتلعب بيا، كنت فاكر ان انا مش عارف، مش كده؟ اتجننت ولا ايه يا حسن؟ اتجننت، مش عايز اسمع صوتك. ايه؟ مش خايف؟ دي رصاصة واحدة تضيع عمرك كله. انت طيب قوي يا حسن، بجد انت طيب قوي. اتعلم يا حسن قبل ما تعمل اي تصرف زي ده او اي تصرف في حياتك عامة، اتعلم هتكسب منه ايه ولو عملته هتخسر ايه؟ اصل الدنيا دي عامله زي الميزان الحساس بتاع الذهب. ولو انت كنت سمعت كلامي ووزنته اللي انا قلت لك عليه قبل كده، ما كناش وصلنا للحظه العبيطه اللي انت بتعملها دي. بس عشان انا بحبك وعارف ان انت راجل جدع ومحتاج لك وحط تحتيها 100 خط، انا هعذرك وعدها لك. لان انا لو مكانك كنت هولع في الدنيا كلها، لأني محبش حد يستغفلني أو يضحك عليا. بس لازم تعرف إنه غصب عني، لأن أنا بنفذ أوامر، بقول حاضر ونعم للناس اللي فوق، اللي ممشينا، اللي أنا قلت لك عليهم قبل كده. بس بقول كل ده بمزاجي مش غصب عني. كل الكلام ده ملوش عزا عندي. لا ليه عزا يا حسن؟ ليه عزا؟ ما كانش لازم تطلق لبنى. اسمع كلامي وأنت ساكت. كان لازم يبقى معاك كارت ربحان تلعب بيه وقت اللزوم، مش ترميه على الارض كده.
انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا على اتفاقي معاك انت، اتفاقي معاك انت وبس، مش مع حد تاني. اخباره ايه؟ زي الفل الحمد لله، لسه نايم بس متعملش دوشه. حضلك الغدا؟ خليك جنبه يا حسن لحد ما حضلك الغدا. هو انت مالك يا حسن؟ فيك ايه؟ ولا حاجه يا ريتال، روحي شوفي كنت هتعمل ايه. لا مش هروح غير لما تقولي في ايه. مشاكل. رحت الريم؟ يبقى رحت لها. اقطع دراعي من هنا اما كانت هي ورا ضرب مروان. انا عرفت ان جوزها رجع من السفر، قابلته؟ وانت يهمك ايه؟ انت اللي تهمني مش حد تاني. انت العمدة، لازم بيتك دايما مفتوح للناس كلها في البلد يا حسن. لازم الكبير والصغير يعرف ان انت صاحب الكلمة وان كلمتك سيف على رقاب الكل. انا المستغرب له مش مصدقه كمية الحب اللي هبت عليكي فجأة دي. وانت تكره؟ لا طبعا، انا ما صدقت ان انت بقيت بتاعي لوحدي يا حسن. وبعدين مالك كده؟ هو انت بتتضايق لما بهزر معاك او ادلعك؟ لا ابدا، هتضايق من ايه؟ انا بس اللي دماغي مش رايقه. لا دماغك دي لازم تبقى رايقه كده وراسيه وعارفه رجلك بتحط الخطوه فين. لو ما كانش عشاني يبقى علشان ولادنا. ولا انت مش ناوي تخلف مني تاني؟ صحيح عبد الله راح، بس انا بقى ناوي اخلف منك دستة عيال وكلهم يبقوا صبيان. الواد ابن مفيدة ده يبقى اخوهم الكبير. بس انت عارف ان اللي بيضايقني بقى يا حسن وبيعصبني جدا ايه؟ ان انا لسه لحد دلوقتي بقول له يا ابن مفيدة. طب ما تقولي له يا ولد حسن. اقول له يا ابن حسن؟ ما اقولوش ليه؟ لحد ما يجي ابن حسن من ريتال ويبقى سيدي الناس، يا سيدي انا. عادل انا قلقانة عليك قوي. قلقانة عليا بجد؟ وشاغل بالك يا كريم؟ طبعا شاغل بالي، انت اهم حاجة في حياتي.